السلام عليكم. اسمع هذاك الدرويش مغاربة صراحة درويش المغاربة بوسطة وداغي كيتضحك عليهم. اسمع مزيان الهضرة اللي غنقول لك في الفيديو، غتكونوا سمعتوا نتوما بالضبط الناس اللي كنوجه لهم هذا الفيديو، العمال غير الأجراء كما سميتهم الدولة ولا كما سميتهم الحكومة، الناس اللي خدامين عند راسهم المستقل، فلاحة نجارة جزارة صناع تقليديين شيفورات، أي واحد خدام عند راسه وتفرض عليه يخلص التغطية الصحية، داروا له واحد القدر شهري بدا يخلصوا. غتكونوا سمعتوا البارح ولا البارح واحد الخبر مفرح، فرحتوا كاملين الحمد لله الحكومة شافت من حالنا. خرج هاد السيد هذا اللي كتشوفوا قدامكم دابا الناطق الرسمي للحكومة قال لك إعفاء تام لهاد الناس المستقلين غير الأجراء، كاع الديون والمصاريف والزيادات والغرامات ديال داكشي اللي كيسالهم صندوق الضمان الاجتماعي الحكومة قالت لهم عندي، ما بقى تيسالكم حتى شي حاجة. تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 4123 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الناس من يسمعوا هذه الهضره اللي قالها السيد فرحوا نشطوا قالوا الحمد لله الحكومه كتفكر فينا كتفكر في الدرويش. لكن بلاتي انا غنجيب لكم الحقيقه ديال هذا القانون اللي هو مشروع القانون 4123 هو اللي صادقت عليه الحكومه نهار الخميس. شنو كيقول هذا مشروع القانون اللي الناس فرحوا به وقالوا صافي الدوله غتعفينا حنا هذوك الناس اللي تفرض عليهم يخلصوا التغطيه الصحيه على حساب خدمتهم، كاع اللي خدم شي خدمه تفرض عليه يخلص وما كانش تيخلص التغطيه الصحيه، جات الحكومه قالت له انا سمحت لك بداكشي كامل. واسمع مزيان شنو في هذا القانون هذا، انا غنفسرو لك ونوضح لك في الاخير انه راه ما كاينش شي اعفاء، وحتى الا كاين اعفاء واحد النسبه بسيطه ديال هاد العمال الغير اجراء هي اللي غتستافد منه. واسمع مزيان، اعفاء من الديون كاع داكشي اللي كيسالوك الاشتراكات اللي فرضوا عليك بالمصاريف ديالها بالغرامات ديالها بالزيادات اللي تزادت عليها اعفاء. شنو هي الشرط ولا الشروط؟ اول شرط هو ما تكونش قل من 3 شهور، نهار يخرج هذا القانون يتصدق عليه في البرلمان ويخرج في الجريده الرسميه يكون كيسالك صندوق الضمان الاجتماعي اكثر من 3 شهور، 3 شهور الفوق، الا كيسالك شهرين ما محسوبش غتخلصها، كيسالك 3 شهور الفوق 3 شهور 4 5 6 7 10 غتستافد من هذا الاعفاء. ولكن بلاتي هذا راه غير الشرط الاول، زاد الشرط الثاني هو اللي واعر وهو اللي صعيب يتوفر اكبر عدد من هاد الناس اللي كيسالهم الضمان الاجتماعي. اسمع اسي، تكون انت باش تستافد من الاعفاء نهار تفرض عليك ولا نهار بديتي تخلص تكون خلصتي عام 12 شهر متتاليه نهار بديتي تخلص التغطيه الصحيه. وكنظن ان اكثريه الناس اللي كيسالهم الضمان الاجتماعي وما كيخلصوش هما الناس اللي ما عمرهم خلصوا، وإلا خلصوا كاع كيكون خلصوا شهرين ولا 3 شهور ولا أقل، وهما الناس اللي ديما صندوق الضمان الاجتماعي كيصيفط كيقول لهم أنتم مدينون، وهما مدابزين يشطبوا على راسهم، مدابزين يتسجلوا في السجلات، مدابزين يجيبوا المؤشر مزيان في السجل الاجتماعي الموحد باش لعل وعسى يتقبلوا في أمن التضامن ويتحيد عليهم الخلاص. إذا الشرط المستحيل ولا الشرط اللي على الأقل غيلغي واحد النسبة كبيرة من الناس اللي كيتسالهم صندوق الضمان الاجتماعي انهم يستافدوا من هذه الاعفاءات المزعومه اللي غتجي في هذا القانون ولا اللي كاينه دابا في مشروع القانون، هي انك تكون كنتي كتخلص منين بديتي الخلاص على الاقل 12 شهر متتاليه، ماشي خلصتي 3 شهور في 3 و3 في 3 مثلا هي 12، لا تكون خلصتي 12 شهر وتغلبتي ما بقيتيش قادر تخلص مؤخرا غيسمحوا لك في هذا الشيء. الحاجة الأخرى اللي غنذكرها على هذا القانون غير اللي بغى يستافد منه يعرفها كمعلومة من بعد هاد الشروط هذه اللي خاصها توفر فيه، اللي هي أنه تكون كتسالك أكثر من 3 شهور، من 3 شهور الفوق نهار يخرج القانون في الجريدة الرسمية. ثاني حاجة تكون خلصتي 12 شهر متتالية مني كانت تفرض عليك الخلاص مني بديتي الخلاص. الحاجة الأخرى هي أن هذا القانون نهار يتنشر في الجريدة الرسمية إلا بغيتي تستافد منه غتكون
في الفترة ديال 4 شهور من مور ما يصدر في الجريدة الرسمية من يتصادق عليه في البرلمان. إذا باختصار هاد الشيء والهدي المحاور اللي جات في هذا المشروع ديال القانون، واللي كما قلت راه أغلبية ديال الناس اللي كيسيروا من صندوق الضمان الاجتماعي اللي ما كانوش كيخلصوا ولا كانوا رافضين يخلصوا ولا كانوا كيتسناو انه يتغير لهم الخلاص ولا ينقص ولا كيتسناو يتشطب عليهم ولا يشطبوا على راسهم ولا كيتسناو يتحولوا يستافدوا مع الناس غير القادرين على حسب المؤشر اللي غيجيهم في السجل الاجتماعي الموحد، ما غيستافدوش من هذا الاعفاء. وفي النهايه وغنختم بواحد النقطه مهمه بزاف ردوا لها البال، خصكم تعرفوا ان دارت هذه الحكومه واحد الشيء مشابه لهذا الشيء اللي كدير دابا، هي انها جات قالت لك اللي مشى خلص هذاك الشيء اللي كيتسالوا قبل اخر شهر 6 غنحيدوا ليه كاع دوك الزيادات والغرامات والمصاريف اللي تزاد فوق مبلغ الانخراط اللي كنسالو. ودابا جات عاوتاني باجراء مماثل ويمكن عطات فيه حاجه اخرى انها كتلغي كل شيء كاع الديون اللي كتسالك، ولكن حطت شروط صارمه ولا قاسيه وصعيب تحقق في واحد الفئه كبيره من هاد الناس. هاد الشيء كيعني حاجه واحده، ان هاد الفئه هادي بالضبط ولا هاد لابارتي من هاد المشروع الحمايه الاجتماعيه فشلات فيه الحكومه، وفشلات انها تدمج الملايين ديال هاد العمال المستقلين وغير الاجراء اللي عندهم حرفه ولا تجاره ولا اي مهنه كيمارسوها لراسهم، فشلات الحكومه انها تدمجهم في مشروع الحمايه الاجتماعيه، ولا فشلات انها تدخلهم للتغطيه الصحيه اللي هي غير الركن الاول، فما بالك من تجي تفرض عليهم يخلصوا على فلوس الدراري زياده على التغطيه الصحيه، وتفرض عليهم العام الجاي يخلصوا على التقاعد اللي هي الركن الاخر من الحمايه الاجتماعيه. الا كانوا اغلبيه ديال هاد الناس اللي كتكلم عليهم الحكومه اليوم ما قادرينش يخلصوا غير التغطيه الصحيه، فما بالك منين تجي تزيد عليه التقاعد وتزيد عليه يخلص على فلوس الدراري باش يشد فلوس الدراري، خصو يخلص من خيرات ماشي بحال هاد الناس اللي غيدفعوا للدعم دابا. تحيه لكم، الله يعاونكم.